ساطرة اف انا باقي بيدا قلتها وكنعاودها هذوك الملاعب انت ما تخرج بلعب با يدار صنحيدو ديك اللائحه اللي بغينا نعملوها ديال الملاعب با وما تسلموا دابا السيده والسيد مباشره كيبان لي البركة حنا كنا في الناس الرئيس المرافع وراه بلا ما نقول لك كنا في اللجنه وقال لك رساله جات كتقول ان كنقول واك هذاك السيد زر رساله كيقول لك اودي بناء على طلب السيده كذا كذا المبادره سلموا لنا الملاعب هادشي اللي قالوا ما المحضر سود محضر شي حتى المحضر مره في الرئيس الله يرحمه راه المحضر كيجيو ناقصين وانت رئيس الجناح من المسؤوليه ان ما تجاوبنيش بلاتي ما تجاوبنيش انا ما تجاوبنيش دابا الناس سيرو محضر باش كنوا فاهمين اش كيتقال ولا كنا هنا الناس تسلموا له وحنا هنا تمنا احنا شحال عندو في الدسار السؤال الثاني اللي عندي هذاك السيد اللي كيستغل ديك البلاصه واش الان مأدي الوجبه ديالو كامله للجماعه واش مأديها كامله حنا عارفين 5 ملايين ارسل مشروع عليه واش يأديها للجماعه عاد نشوفو التعديل وشوف